والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حلوة لرمضان اللي هي المفروكة. احنا عارفين المفروكة بتتعمل عادة بالفستق، النهاردة إن شاء الله هنعمل مفروكة بالفستق والبندق والكاشيو. مقادير المفروكة هتكون بالنسبة لمفروكة الفستق 200 جرام فستق، 200 جرام سكر، 75 جرام زبدة، 100 جرام سيمولينا، 1 كوب مية، 1 معلقة صغيرة مية زهر، 1 معلقة صغيرة مية ورد. بالنسبة لمفروكة البندق هتكون 200 جرام بندق، 200 جرام سكر، 75 جرام زبدة، 100 جرام سيمولينا أو سميد، 1 كوب مية، 1 معلقة صغيرة مزهر، 1 معلقة صغيرة موارد. وبالنسبة لمفروكة الكاشيو نفس المقادير برضو بس باختلاف نوع المكسرات، هتكون 200 جرام كاشيو، 200 جرام سكر، 75 جرام زبدة، 100 جرام سميد، 1 كوب مية، 1 معلقة صغيرة مية ورد، 1 معلقة صغيرة مية زهر. وللتزيين عندنا مكسرات من نفس الأنواع، بندق وفستق وكاشيو محمصين ومجروشين، وعندنا قشطة للحشو. هنبتدي أول نوع من المفروكة. هاخد الزبدة وأحط معاها السميد وهنقلبهم على نار لحد السميد ما يتحمص، عايزين لونه يبقى لون ذهبي. لما السميد يبتدي ياخد لون هحط معاه البندق لان انا عايزه احمص البندق كمان. ممكن المرحله دي نوفرها لو احنا حمصنا البندق قبل كده في الفرن، ممكن نحط البندق في الاخر، لكن انا بحب احمصه على النار مع السميد لان كل الطعم بيدخل مع بعض، وبعدين الواحد بيبقى شايفه بيقدر يتحكم ما ينساهوش في الفرن ويتحرق، فكده بتبقى اسهل والطعم كمان كل حاجه بتاخد من طعم بعض. هنقلبه شويه، عايزين البندق كمان يتحمص معاها شويه، وافردها وهنسيبها لحد ما تهدى خالص، وبعد كده هنحطها في التلاجة. نعمل الطبقة التانية من المفروكة، هنعمل تاني طبقة من الكاشيو. هحط الزبدة على النار، وطبعا لما درجة الحرارة بتاعتها تنزل شوية هنحطها في التلاجة عشان تتماسك ونعرف نشيلها. نعمل دلوقتي ثالث طبقة من المفروكة، والطبقة دي بالفستق. بنفس الطريقة هنحط الزبدة على النار، ولما تسيح هنحط معاها السميد هنخلي السميد يتحمص بسيط، ولما السميد يبتدي ياخد لون ذهبي فاتح هنحط معاه الفستق. هنحمص الفستق معاه، وأول الفستق ما يبتدي يتحمص هنحط معاه السكر ونقلبهم كويس، وعلى طول هنحط المية والموارد والمزهر. وهستنى عليه بس شوية السميد يتشرب المية. وبعد كده هنحطه في صينية
دلوقتي هنبتدي نعمل القشطه علشان نزين بيها المفروكه، وكمان هنحشي بين الطبقات. فهحطها في الخلاط لان دي كميه كبيره فصعب شويه بالايد. انا مش عايزه اضربها، انا بس هنعمها بشويه كريمه علشان اعرف ادهنها ما بين طبقات المفروكه. ونساوي. ودلوقتي هاخد طبقة الفستق علشان اللون مختلف. هنحط الدهنة. واشيل طبقة الفستق. احطها فوق القشطة. ودلوقتي هنعمل طبقة تانية من القشطة. نحطها فوق الفستق. ونتأكد ان احنا شلنا الورق كله. ونحط الطبقة الأخيرة. اوكي. وهنحط آخر طبقة قشطة. مش كتير قوي المرة دي، مجرد بس عايزين نغطيها علشان نزينها بعد كده ببقية المكسرات المحمصة. وهنحط عليها كمان ورد. مش عايزين نطلع برا الجناب. ودلوقتي نشيل القالب. انا حطيت القالب علشان تطلع مساوية والحروف تبان. وما فيش مانع نحط في الطبق نفسه من المكسرات المحمصة. وهنضف أطراف الطبق. ونبتدي نزين المفروكة بورد.